شلامة كله أخونا خنواثة وخثواثة عزيزة بنوني بناثة دمر عيثة دمر بطرس أكيد أنا يوماني وكلن بعياشة خزونا تخملتا بشكابر يوخم تخمولي بذ عدانا دخ أخنا أي شبثة قدشتا ليوخ بزالة اللي شولاني ديا ليوخ بوادة خايد كديوم بعياشة خايد كديوم قعي شخلي إثن خمندي ليلة طبيعي بعود خايديا لي بنزالا الإيتا دخت كزاوة لاند نشاركو بريشوثة قد هذه الشبثة قدشتا قاود كله أن صلاواثة وطقس قديش إيتا فأكيد قم بقرو جانا بلكي تقي أذمن دي إلي ببرايا وإتن كبيرة بوقاري يعني أسئلة دك بيشي طريحي بذ عدانا قي أذمن دي إلي ببرايا بعلمة وكتخة من قيبي قم حاولت خازي خجواب يعني ياول خا جواب تدذ من دي اللي ببرايا قاوت تاريخ برناشوثة يو خزية أنه إلى برية وباءات أمراض يقورة إلى أكيد قطيلة كبيرة ناشي لكن باثر ديخ برناشوثة قاخر إلى دقرتا الطبيعة دية والخاية عادي دك عايشيوة إن خيره قاوت ديو الباند إيتا قدشتا أكيد بخازخ أنه إلى برية تخمد يعني هم قوكثا وقديشة كبيرة من جهاثة جواب أدئيتا وتكثا وقديشة تدنى وباءات أمراض ين حوادث ين عواصف دقبارة درق البرناشوثة جواب دماراً يشعم شي حق ياول لأنه بل كد لتعيد أمره قي هادخ وقي هادخ وخطيث دمني لو علم خطيثة ولا زدت بقاوي أكيد إيثن أذمن دي أنه برناشوثة قرحقة من عالها كبيرة قاثة كنت لقاوي إثن تشزدوث الخايد أرادها إديو مثلا تخملت إلى إن أمرخ إثن خعلاج تدوى مرض كورونا أكيد ناشي بيوي ألبايت باري يعني مديني باري بس تدهاوي بي قاضي الدذ مندي برسو بايث تدهاوي بمكملي قد أن خايد طبيعي ديوغ بعياشي الأرى فما قبش كابر مهمنا لازم تخمل ما لازم أنا أودن طالت قانن هدف خراية خايد آلها قنباري اللي طال قنباري اللي تحب ديلي تدعيشن أمد مريا آلها قو خايا بديناي فهم اديوم او جواب بش بسيمة ابن يوخ لانه بقرخ جانا ما ايثن قخايديا او دو خفحص الضمير تخايديا اي كيلي او مديد انا ليو نويدا طوت بقاوي اي كيلي او غلطة دي نويدا قخايدي شد او دنتياووثا وطلب من مريا لها طالد مراحم اللي تدهاوي بي هاويلي خسامة قخاي أبديناي فالأكباري بس متخملوخ بقاوت خايد أذ علم لأن كذوخ ليلي بيشي تلخى منن كلن أن يوم آثي يوخن تخمولي ما قمن عزيز ديا ما قمن نشواثا إلي زيلي وليلي موجودين ذهب قاوت خايديا الأرى بس إتن أذهي مانوثا أنه خاين لك خلصي بقاوت دنا خاي أرعناي إلا قم كملي قيبد مريا لها قخاي أبديناي وشمياناي من هذا أخن كلا بذي بنا يوماثا شد مصال وخم أخن مخم هيمني شد طلب خم مريا آلها تدم بارخلا تدناطرا وحافظلا من دوا مرا ومن دوا كرهان أخنا وكل نشواثا عزيزي قريبي ورحوقي أكيد إلى خفرصة بشكابر عمقوخ بقاود هيمانوثا ديا بشكابر مزيدوخ هيمانوثا بقاود يلبانة هيمانوثا دكثا وقديشة ودئتا قديشة دقيم يويلا بشكابر قروخ اللي دقالها بشكابر مبقروخ جانا مهلا أي طوتد إي بي أو دنا وليو نويد أحبل كد إي بي أو دنا دها طالد هاويلي خا يثرانا خفائدة ربثة بقا ودنا إذا واثة قديشة إذا روت تحشى وخمش الشابت بصحى وإذا قيمت دمارا أكيد إلي خا إذا دقياولا أذ أمل أذ أنه أخنا كلا ليوخ بقيانا مارني شو عمشيحة مضحيلي قياني كلها ومثل موثار عنايا لكن قمل من بين ثميثي معناته إيثن أمل أنه لك زدخ من كل من ديد آثي إلا بسبب خرثة خراي لازم داروخ لجانا وخايديا كل قويداث دمريا آودك حايب لن كلا فأنصالخ كلا بغذاذي وطلبخ قاود دنا إذا واثا تدعى لها مراحم إلا
عاينن تدعو خمشي حاي بشطاوي تد او دخطاوات تد ايبن او دخلي يوخ نشيد او دخلي طالد شقلخ فوائد روحيه من دنا اي ذواثه فلنا شوتن اخرن بقاود ايتا اخرن كلن كهني بقاود كل خورنا ديا يوخ مصلوين بدل او خن مصلوي تد على مرحق منن كلن من مرعيثا ديا من بنوني بناثد مرعيثا من كل مهيمني ومن كل برناشوث اذكر هانا اذكرونا وخق اخر تداري خاي طبيعي الا وقلت كل عزيزي ديا فمصالخ الطلبخ بنا يوماثا تدمر يا آلها مبارخ لن تتشقلخ فوائد روحية من كل أن مشاروك قدن رازي قديشي أكيد طلبخ من نوخن ربطوتن إمن بقاود إنترنت تد مشاركوتن إمن قدن صلاوات أخنا إيوخ مصالوين بدلوخن دائما بس طوت لهم أختن مصالوتن بش كابر إبن جمع مخ عائلة مصالح كلن بغذا ذي ربطه جانا قدنا طقوس قديشي وصلواته تد عليها مراحم لن ويا ولن أكيد خا انفراج من دوا من دي ديلي ببرايب قاوت خايديا فقبن أنا من داخا مبرخن كلن ذواثة اللوخن العوائل ديوخن العزيز ديوخن طلبوا كلن من مارني شو عم شي حد قبلي من موثة وغلبلي اللي دخطيثة واللي دزدوثة واللي دموثة تدهادخ يا ولطالن أذ أمل تدام أخنا نغلبوخ الكل أن أزدوياثة واللي دخطيثة واللي دموثة واللي أذمرة غلبوخ اللي كله طلبوخ مريا آلها دائما تدعينا نمبارخ لن تداوخ صيري روحنا عيث بقاود بارويا أود جنباريلن خايديا من جيب كاثي وجيب كزالي من هذا خد أو خم أخنا تخمولي بذ عدانا كله روحاني إذا واثا هاوي بريخي وقديش الكل أخن مريالا ناطر أخن حافظ لخن بارخ لخن قدو زونا وكل يومان دآثي آمين. إخوتي وأخواتي الأعزاء أكيد هذه الأيام نحن نتأمل أكثر بحياتنا ومخاوفنا نخاف على لا يجينا فتشي ضرر من هذا المرض اللي انتشر بالعالم كله وأكيد نسأل أسئلة ليش ومن هو السبب وليش هالأشياء دا تصير فأكو أجوبة أكيد كل واحد من عنده يجاوب لكن الجواب الأصح هو أكيد أنه لازم ننظر على الكتاب المقدس ونشوف أنه جواب يسوع بهالأوقات ما الكوارث ما الحوادث اللي تصير ما لازم نسأل صوت منه وخطيئة منه وليش ولأن العالم كان دخل بخطيئة كبيرة ولهذا الله بلكي دي ينبه العالم هذا شيء يمكن صحيح أنه لازم نحن ناخذ درس من الأشياء اللي تصير بحياتنا من العواصف اللي تجي بحياتنا من الأوبئة والمشاكل اللي تصير بزمان لازم نحن نسأل هذا السؤال الأصح أنه أنا أش لازم أعمل حتى أحضر نفسي بهالأوقات حتى أذكر نفسي بخلاص اللي الله أنطاني هو مجانا وأش لازم أعمل حتى أقدر أتوب عن خطاياي حتى أحضر نفسي حتى أعمل الخير اللي ما كن عملتونه أطلب العفو من الشر اللي أنا كنت سويتونه فهذا هو الجواب الأصح أنه أنا أسأله بهالفترة فأكيد كل واحد من عندنا بهالأيام هو دائما يمكن نخاف دائما لازم ننتبه ونعمل الأشياء نقدر ولكن كمؤمنين ما لازم نخاف لأن هالأيام اللي دنعيشها هي الأسبوع الآلام الأسبوع المقدس نسمينه اللي هو قمة الإيمان المسيحي اللي يكتمل بقيامة المسيح فنحن نتأمل بهالأيام ونصلي ونطلب من الرب أنه يباركنا ونحن أيضا بالكنيسة نصلي من أجلكم من أجل عوائلكم حتى الله يبارككم حتى نقدر حقيقة نربط نفسنا كمؤمنين بإيماننا ونعمق إيماننا ونتأمل شنو هي الأشياء اللي لازم نحن نستفيد منها بهالفترة بالأخص توبتنا والخير اللي نقدر نعمله أكثر أكيد هذه التنبيهات هي لنا للبشرية أنه ممكن تجينا خواطر فإذا اليوم إذا نحن سمعنا أكو فد علاج لهذا المرض يمكن راح ننطي كل شيء بإمكانيتنا كل شيء نملكه حتى ندفعه ليش حتى أنه نتخلص من هذا الشيء فكم بالأحرى نحن كمؤمنين أشقد لازم نفكر أشقد لازم أنا أقضي وقتي حتى أطلب من الرب أن يباركني حتى أزيد الخير اللي أنا لازم أسوينه لأنه بالأخير حياتنا تنتهي عند الله
ونحن نؤمن أنه بقيامة الأموات، نؤمن أنه أحبائنا وعايزانا الماتوا كلتهم هسه ما موجودين، بس هم نؤمن هم بيد الرب، حياتهم راح تكتمل مع الله، وهدف حياتنا كله هو أنه ما الله ما خلقنا حتى نبقى بهاي الدنيا، خلقنا حتى نعيش معانه للقيامة الأبدية، للحياة الأبدية. فلازم أيضا نفكر هالفترة بالأخص أشقد لازم نحن نتكل على الله، نزيد إيماننا بالله ونخلي ثقتنا بينه بصلواتنا، ونحاول أن نعمل كل شيء نستفيد منه أيضا للحياة الأبدية. بهالأسبوع مع الآلام نحن نصلي بالكنيسة كل يوم، نصلي من أجلكم، نسوي قداديس وطقوس وصلوات. فنطلب منكم أيضا أنت من شاركونا، شاركون معانا بهالأيام، لمن يكون عندنا قداديس نحطها على الإنترنت، أنت مهمين صلوا معانا حتى يكون عندكم أيضا خير من هذه الصلوات ومكافأة روحية. وبعدين أكيد نحن دائما نصلي من أجلكم، من أجل كل أبناء وبنات الأبرشية، ونطلب من الرب أن يبعد هذا المرض من الأبرشية كلها ومن كل البشرية ومن كل أولادنا وكل المؤمنين، حتى نقدر نكمل إيماننا ونروح إلى الأمام. فبهالمناسبة مع الأسبوع المقدس أريد أنا أيضا أن أبارك هذه الأعياد المقدسة لكم وكل أعزائكم ومحبيكم، ونطلب من الرب اللي نحن نعرف أنه انتصر على الموت وعلى الخوف وعلى الخطيئة يكون دائما معانا بقلوبنا وبحياتنا، حتى نقدر أكثر يكون عندنا هالأمل، لأن قيامة المسيح تعطينا هالأمل أنه نحن مو بوحدنا، الله معانا، وما لازم نخاف كمؤمنين، لأنه دائما وراء كل شيء أكو الله ونعمته وقدرته الإلهية. فنتكل على بركاته وعلى نعمه اللي ينطينا هي أيضا بهذا الوقت مع العيد القيامة. فأعياد مباركة للجميع لكم ولعوائلكم ولأعزائكم، والرب يبارككم. آمين. My dear brothers and sisters, we are at this time living all these difficulties and something that is not normal in our life. Everyone is sitting in, we are all keeping home, and we are not going to our regular tasks of life. We are not going to our regular jobs, and we are not even going to church and pray. That's why it is a little bit stressful to live during this time in our life. But at the same time, we might have million questions why all this happened. Maybe it's because the world is a sinner now and the sin is increased in the world. We can maybe give an answer according to what Jesus answers to the time that we live during the, you know, these kind of pandemics or storms or difficulties. Jesus' answer is that we don't have to ask questions why, who is guilty, who is not, who is going to be victim, who is not. The good question is that we have to answer, to say or to ask is, what should I do to be ready, to prepare myself? Maybe I have to repent for my sins. Maybe I have to do that good that I could have done but I did not do. There are so many sins of of omittance. We omit so many sins, which these sins are sometimes sins that we don't see. The good that I could have done and I neglected to do. Many times we don't do those things. And if I have done something evil, this is a good time that I pray and ask God to forgive me and to prepare myself also to the Lord, because we know God gave us this life not to live only on earth, but also to continue to live after we leave this world in a life eternal with the Lord. And we have to prepare ourselves for that. If today someone will ask us there is a medicine or a vaccine, maybe we will do everything, we will pay everything that we can to get that vaccine, because we would like to continue to live and to be normal in our life and to resist this, you know, this virus. But at the same time, we have also to think, what can I do as Christian to continue to enjoy eternal life with the Lord? I have to go after all those things that will enable me
to be with the Lord, the good things that I can do and the repentance that I have to do. So let us also try to think spiritually what I can do to be able to live eternally with the Lord, because the main goal of our life is not to stay forever on earth, and no one did. And that's why we know that we will continue to live with the Lord eternally. We have to prepare ourselves also for that joy and that life with the Lord. And during this Holy Week, of course, we are not used to be far from the church, far from all these liturgies that we enjoyed in our life. It is also hard for us to see the church empty when we pray, when we do celebrate masses. But at the same time, we know that you are following us and you are praying with us in the internet, and you are at the same time participating in all the spiritual benefits that you can get from all the prayers that we are offering in the church for you. We do pray every day for all of you, but at the same time we want you also to participate and to share with us those prayers and to be with us to watch the masses and pray together with us. This time is the time that we have really to meditate on the meaning of our life and to thank God who gave us the salvation through the death and the resurrection of our Jesus Christ. So that's why I would like to congratulate all of you on this Holy Week and ask all the blessings, spiritual blessings of the Lord during these prayers and masses for all of you, and to wish you a happy Easter for you, for your families and loved ones. And don't forget to continue to pray with us during these days. We are always praying, and participate with us to earn all the spiritual benefits and the blessings of Easter. This Easter give us really that hope. We are a people who live in hope, with hope. We are Christian who believe that God is the owner of our life. And in the end, because we are not by ourselves, we are not alone, God is with us. And that's why the resurrection gives us that joy, that hope, that we are always happy that God is there for us anytime that we need Him. So once more, I would like to congratulate all of you on all these days, blessed days that we are living, and asking the Lord to bless you during this Easter season, all of you, and may God bless you all. Amen.